أهم ميزة ممكن يمتلكها أي قائد أو مدير هي قدرة اتخاذ القرار، والأهم هو اتخاذ القرار في الوقت السليم، لأن عامل الوقت أهم من القرار نفسه. القرار السليم في وقت متأخر معدوم القيمة. وبما أننا فتحنا النقطة دي، فتعالوا نتكلم عن جنرال فريدريك باولوس، قائد الجيش السادس الألماني في معركة ستالينجراد، ونوضح ازاي ان اتخاذ القرار السليم متاخر له عواقب كارثيه. بنبدا الموضوع اليوم في اغسطس 1942، لما هتلر قرر ان هو يقسم القوات الالمانيه المتوجهه ناحيه القوقاز للسيطره على حقول البترول السوفيتيه، وامر بتحويل جزء منها لاحتلال مدينه ستالينجراد، متجاهلا حقيقه ان أسوأ عدو لاي جيش نظامي هو حرب المدن، لانها بتفقد كل مميزاته العمليه. على الرغم من ده كله، استمر هتلر في قراره، وامر بتحويل الجيش السادس بقياده فريدريك باولوس لاحتلال مدينه ستالينجراد. بدات المعركه الدمويه في أغسطس 1942، وتورط الجيش الألماني في حرب مدن شنيعة ترتب عليها أخيرا سقوط ستالينجراد في نوفمبر 1942. 3 شهور كاملين من المعارك الضارية والدموية. لكن ما لم يعلم باولوس أن استمرار المعركة 3 شهور كاملين كان مخطط سوفيتي لاستنزاف الجيش الألماني حتى آخر نفس داخل المدينة، لحين إعداد هجوم مضاد ساحق للقضاء على الجيش السادس الألماني داخل ستالينجراد. مع احتلال الجيش السادس الألماني لستالينجراد، كان تمركز قواته كالآتي: الجيش السادس الألماني بقيادة باولوس نفسه متمركز داخل المدينة نفسها، في حين أن جوانب الجيش السادس الألماني كانت محمية بالقوات الإيطالية والرومانية الأقل كفاءة وتدريبا من الجيش الألماني، واللي تسلحها مزري ولا تستطيع مواجهة السوفيت مواجهة مباشرة. دور القوات دي هو الدعم فقط، وليس الاشتباك المباشر ضد السوفيت بسبب فرق القوة والتسليح. معظم القوات الإيطالية والرومانية لم تملك عدد دبابات كافي للقتال، وكل دباباتهم كانت عديمة الفاعلية أمام الوحش السوفيتي T-34. ترتيب القوات بالشكل ده كان ينذر بكارثة على الجيش السادس، لأن كل جوانبه خارج المدينة محمية من قوات ضعيفة جدا، وبالتالي أي هجوم مضاد يستهدف جوانب الجيش السادس هيكون كارثة، لأن الجيش السادس الألماني بكل قوته هيتحبس داخل ستالينجراد ويحرم من الإمدادات، والأخطر أنه هيتحول إلى أسد مفترس محبوس في قفص، إذا قطع عنه الإمداد هيموت مع الوقت. وده اللي حصل بالفعل. وما زاد الامور سوءا ان باولوس لم يملك خبره ميدانيه كافيه تؤهله لقياده جيش بالحجم ده، وبالتالي لم يملك القدره للتعامل مع المواقف الكارثيه، وهذا ما حدث في يوم 19 نوفمبر 1942. اثناء احتفال الالمان داخل المدينه بالسيطره اخيرا بالكامل عليها، فوجئ الجميع بهجوم سوفيتي ساحق مكون من 1,000,000 مقاتل واكثر من 1,000 دبابه، مش موجه ناحيه ستالينجراد ضد الجيش السادس، وانما موجه ضد القوات الايطاليه والرومانيه اللي بتحمي جوانب الجيش السادس. والهدف واضح جدا: حصار الجيش السادس الالماني داخل ستالينجراد وتجويعه حتى الاستسلام او الموت. القوات الايطاليه والرومانيه الضعيفه لم تصمد امام الطوفان السوفيتي، وبدات في الانهيار خلال اول يوم، ولم يبقى سوى حل واحد لتفادي دمار الجيش السادس، وهو الانسحاب الفوري من المدينه لتفادي الحصار والتجويع. باولوس عجز عن اتخاذ القرار او المطالبه به، في حين ان السوفيت استمروا بسرعه البرق في تدمير جوانب الجيش السادس الالماني. يوم 20 نوفمبر، يعني بعد بدء الهجوم ب 24 ساعه فقط، تم تاكيد انهيار القوات الايطاليه والرومانيه، وباولوس عاجز عن اتخاذ القرار. يوم 21 نوفمبر، اكتمل حصار الجيش السادس الألماني داخل المدينة، وانقطعت عنه كل وسائل الاتصال. هنا باولوس بدأ يدرك حجم الكارثة بعد فوات الأوان، وطلب الإذن بالانسحاب، لكن خلاص حسم الأمر. كان عنده مهلة 72 ساعة لاتخاذ القرار، ولكنه تأخر. الرد المبدئي البسيط من هتلر هو الرفض، مع الوعد بفك الحصار، ولكن تم حسم مصير الجيش السادس. بيحاول إيريك فون مانشتاين من ناحيته في هجوم مضاد لفك الحصار، ولكن السوفيت أصبح تحت إيديهم كنز ثمين لا يمكن أن يفرطوا فيه، جيش ألماني كامل مكون من خيرة المقاتلين. وبيفشل هجوم مانشتاين المضاد، ويحكم السوفيت قبضتهم على الجيش السادس، وأصبح الأسد محبوس في القفص بلا أي إمداد. مسألة موته أو استسلامه هي مسألة وقت ليس أكثر. هيرمان جورينج وعد هتلر أنه يقدر يمد الجيش السادس ب 300 طن مساعدات يوميا عن طريق الطيران، ولكنه فشل، وكان بيمدهم بجزء بسيط جدا من الإمدادات. تدريجيا ومع دخول الشتاء، بدأ الجيش السادس في الانهيار تحت الحصار، لحد ما باولوس أخذ القرار أخيرا باستسلام الجيش السادس في 31 يناير 1943، ودي أول مرة في التاريخ الألماني أن مارشال ألماني يستسلم ومعاه جيش كامل. لكن فريدريك باولوس يتحمل الجزء أكبر من اللوم هنا، لأنه لم يستطع اتخاذ القرار الصحيح والسليم في الوقت المناسب. قرر ان هو ينسحب من ستالينجراد وينقذ الجيش السادس من الدمار، حتى لو تعرض للمحاكمه العسكريه من هتلر، لان ده افضل بمراحل من الاستسلام المذل وتدمير جيش كامل. لما حصر الجيش السادس في ستالينجراد، كان عدد قواته 300,000 مقاتل، ولما استسلم كان عدد قواته انخفض الى 95,000 مقاتل، 90,000 منهم بيموتوا في معسكرات الاعتقال السوفيتيه، و5,000 بس بيرجعوا لالمانيا بعد الحرب. يعني 295,000 ضحيه جنرال لم يستطع اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب.
أزمة اتخاذ القرار في الوقت المناسب دي مشكلة عامة وليست مشكلة عسكرية فقط، والدرس ده درس عام ممكن تستخدمه في أي مجال تاني. والدرس هو أن قدرة اتخاذ القرار هي أهم ميزة في أي قائد أو مدير، لكن الأهم القرار السليم في الوقت الصحيح والمناسب. القرار السليم بعد فوات الأوان مالوش أي لازمة. خد الدرس ده وطبقه على كل شيء في حياتك، لأن أهم عملة بنملكها هي الوقت، وأسوأ سلاح ضدنا هو الوقت. الدرس الثاني والذي لا يقل أهمية هو ضرورة حسن اختيار القادة. قبل قيادة الجيش السادس الألماني لم يتولى بولس أي قيادة ميدانية تذكر، وبالتالي قيادة جيش كامل مكون من 300 ألف مقاتل كانت مهمة كبيرة جدا عليه، أدت في النهاية إلى فشله وتدمير الجيش. والدرس هنا هو أن قبل تولية أي قائد أو مدير أي منصب لازم نتأكد من امتلاك الخبرة الكافية والقدرة الكافية على الإدارة. ووصولا إلى النقطة دي في الحلقة بنكون وصلنا لنهاية الدروس العملية ونهاية الحلقة نفسها، وأتمنى إنها كانت حلقة مفيدة وممتعة. لو حابب تدعم القناة على بيترون فهتلاقي لينك الدعم موجود في وصف الحلقة أو الكومنت، لكن أهم دعم ممكن تقدمه للقناة هو اللايك والشير عشان أجرزم اليوتيوب. فإذا عجبتك الحلقة فعليك باللايك والشير بقدر الإمكان عشان الحلقة أو القناة توصل لأكبر عدد من الناس، واشترك في القناة لو مش مشترك، وفعل زر الجرس عشان توصلك الإشعارات أول بأول. لكن أهم حاجة عندي هي أراكم في الكومنتات، لأن أراكم فرصة كويسة لتبادل الآراء والأفكار وبتساعدنا على تحسين مستوى المحتوى. دمتم بصحة وعافية، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.